علي، علي يقول انا بكليه الامام الكاظم عليه السلام، ويجي هنا يشتغل موظف زيونه، اذا يعني طموح يريد يعني يوصل بالمستوى اللي يحس هو قريب على وضعه الدراسي، اولا هم يدرس وهم يقدم عمل له ولعائلته. مزوج حسين؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله، اقول ان شاء الله، ليش ان شاء الله لو ما تجي تتزوج بعدك تجي تتخمر ان شاء الله خير؟ ان شاء الله. اذا مرسل عندك فرصه عمل، اليوم طموحك من انت شاب وتخرجت، شنو طموحك؟ تعيين؟ اكيد هذا الشيء ما موجود. لا ان شاء الله احنا نقول موجود، احنا هسه هو ما موجود، لكن احنا اليوم ننظر لكل العراقيين. اكيد. لكل العراقيين، مو يعني معقوله كل سنه بنصير هاي الدوره مال التخرج مال الطلاب والطالب، ابد ولا تعيين؟ انت يعني ما متفائل ابد. لا والله. اذا احنا نتمنى من معالي وزير التعليم العالي، معالي وزير التربيه، انه ينظر الى طلبتنا الاعزاء من طالبات الى طلاب حتى يتفائلون بخير. يقول احنا اكيد من راح نتخرج معناتها ماكو تعيين، لكن احنا نقول اكو تعيين ان شاء الله. مو خلينا نتفائل بلكي الله، احنا السنه الجايه نمر عليك على برنامجنا قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. نتمنى ناخذ قضيتك وروح قبل للوزير. إن شاء الله. أي بالله العظيم. إن شاء الله. أجرد التعيين من عندك. مو بتدلل، لا إحنا قصدي ناخذك بيدنا نروح للسيد الوزير. كله. أجا عليك. ولك شان شنو على الوزير؟ أجرد التعيين منك. يقول التعيين أغلى من عندك. ولك شنو عليه؟ شؤون الطلبة. لكن هذا التفاؤل اللي عندك. وهو يعني 0%. لا احنا نتمنى يكون 100%. ان شاء الله. نتمنى يعني مو وعيدة. اليوم الاوضاع مو زينه باكر تصير زينه. مو ان شاء الله. يعني احنا يوم ويوم الامور ان شاء الله تتحسن وخلي تفاعل بالخير. ان شاء الله. مو احنا مؤمنين من عندك. بس اذا جيت وقلت لي التعيين دير بالك. والله عليك انا ما لي علاقه حتى بيتكم عندك. يقول لي تعليم عمك برب لك. ان شاء الله نفرح بيك، وان شاء الله البرنامج ان شاء الله السنه الجايه يجوز ناخذك ونروح لمعالي الوزير نقول له. مو ان شاء الله. اكيد. وانت هسه من تقول لنا يقول عمي انت شو طلعت بالبرنامج ونطلع الحلقه نقول لك تتذكر العام هسه ذبت عيد لو لا؟ مو ذبت ان شاء الله. والله كان لك معيش. ان شاء الله ان شاء الله لا تأيس من رحمه الله موجوده، وان شاء الله العلاقين كلهم زود، وان شاء الله خير والامور زينه ان شاء الله جايه. بالتوفيق يا حبيبي. منون ابو حسين؟ اسفين على الازعاج، حبينا نسولف وياك، لكن احنا برنامجنا ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه. مشكور.